أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وقد خاب من دسا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سپینا پګړی دی وا تړلا ګلا چې به قدر دد داستا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم جناب حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اروان کی اس خوراہ برد مسلمہ امت شوی چرتا غلط ہندی گفت اروان کی سپینا پگڑے دیو تڑ لاغلا چی بھی قدر دد دوست اروان کی اس خوراہ برد مسلمہ امت شوی چرتا غلط ہندی گفت اروان کی اس خوراہ برد مسلمہ امت شوی چرتا غلط ہندی گفت اروان کی اس بوارز دا پیغمبر یاد گے اس بپٹول کی بہتر یاد گے اس بوارز دا پیغمبر یاد گے اس بپٹول کی بہتر یاد گے اس بدی